ننتقل بكم إلى زاوية حديث المدينة للباشمهندس عثمان ميرغني، والتي جاءت هذه المرة بعنوان إلغاء الانتقالية. يبتدر عثمان ميرغني زاويته بالقبل. قبل سقوط النظام البائد وعندما كنا في المعتقل، كنت أنصح الساسة الذين تشرفنا بمشاركتهم السجن أن يستعدوا لمرحلة ما بعد سقوط النظام، وقلت لهم حتى البيان رقم 1 يجب أن يكون جاهزا ليحدد خارطة الطريق لبناء الدولة السودانية الحديثة. أذكر أمرا مفتاحيا كررته قبل سقوط النظام، ثم في الأسابيع الأولى من مفاوضات الحرية والتغيير مع المجلس العسكري، إذ طلبت أن لا يقع الساسة في فخ الانتقالية، تلك الفكرة القديمة في تاريخ السودان، وتكررت بعد ثورته في أكتوبر 1964 وأبريل 1985، ثم دستور العام 2005 الانتقالي. ويقول الكاتب بحسم: الآن وبعد أن ثبت بالدليل القاطع أن المرحلة الانتقالية تؤرخ لفشلها عبر سلسلة من الإجراءات، آخرها اتفاق السلام مع الجبهة الثورية الذي ينص على تمديد الفترة الانتقالية بلا حيثيات أكثر من أن المنضمين حديثا للحكم يرغبون في زيادة المبادرة أو المباراة لا أكثر، يرى الكاتب: مصطلح الانتقالية واحد من المسلمات التي يتعامل معها الفاعلون السياسيون بمنتهى العفوية دون التبصر بمعناها الفني وتأثيرها على مستقبل البلاد. يواصل الكاتب: عمليا وبالقياس إلى التجارب السابقة، لا ينتظر الساسة سوى الوصول بالبلاد إلى ميس الانتخابات أو ميس الانتخابات لتسليم الحكم لحزب أو ائتلاف فائز وتنتهي المهمة، ينوه الكاتب. طالما أن متغيرات الوضع الراهن تتطلب إعادة النظر في الوثيقة الدستورية، فالأولى أن تتجاوز الدولة السودانية حكاية انتقالية وتؤسس لدولة السودان الحديث التي تتمرحل بصورة مدروسة عبر خطة ورؤية استراتيجية معلومة، يقترح الكاتب. علينا أن نؤسس لدولة السودان الحديثة بخطة استراتيجية مداها 10 سنوات مقسمة على 5 مراحل، كل واحدة من 2 سنين. ويختم ميرغني هذه الزاوية بالقول: الخطة مبنية على مراحل بناء الدولة وليس تعاقب الحكومات في الحكم، وهذا هو الفرق الأهم، لأن واقعنا الآن متأزم بمعادلة تقاسم السلطة والتي تراعي النظام السياسي أكثر من بناء الدولة.